فارس الذي يعود كما أوفى بوعده من الموسم الماضي عندما التقينا به في هذا المكان. عمر لو تذكر في اللقاء ذكر الشيخ أنه راح يعود للمملكة العربية السعودية، يعود للعلا باسم المملكة العربية السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل ما قلت لكم العام الأرض هذه سرقتني، خلتني يعني أحب مب طبيعي الله. وعدتكم أني بركب والحمد لله أني ركبت واستمتعت لحد الآن في السباق. طول العمر أنا أمثل كل السعوديين، اليوم الكل يتشرف بأن سمو الشيخ حمدان بن محمد يمثل المملكة العربية السعودية، حطيت شعار المملكة ولبست الكاب، وأمس شفنا الصور في الانستغرام، حتى في البي رايد قررت أنك تكون موجود باسم المملكة. والله شعار السعودية غالي علينا، أنا أقولكم مو بس على اللبس، لو تفتح قلوبنا يمكن تلقى الشعار أكبر الله في قلوبنا. وأصبح للحين يعني خاصة في الفترة الأخيرة أنتوا عارفين أصبح الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي، صحيح، فما في فرق، وأنا لي الشرف أني أمثل السعودية. طيب العمر كان لك حضور في المملكة العربية السعودية قبل تقريبا أقل من 5 أيام في ختام مهرجان المؤسس للهجن، وتشرفت أكيد بمصافحة خادم الحرمين الشريفين وأيضا سمو ولي عهده. رؤية المملكة 2030 في دعم الشباب، دعم الرياضة بشكل عام، كيف تشوفها طيب العمر في ظل القيادة الحكيمة؟ شوف السعودية طبعا في رؤيتها اللي هي 2030 هذه غيرت السعودية بالأكمل، يعني هم سايرين، هم ناجحين وسايرين إلى نجاح أكبر. الله. صاحب السمو الملكي ابن محمد بن سلمان معطي قطاع الشباب، قطاع السياحة اهتمامات كبيرة، وأصلا خطة 2030 هي خطة سموه. الأمير محمد بن سلمان ملهم بالنسبة للشباب. طبعا الشيخ محمد بن سلمان أنا جلست معاه و تكلمنا معاه، رؤيته أكثر عن 30 ترى، مو بعشرين ثلاثين، في باله عنده رؤية أكبر عن كذي، وقاعد ينجح المنطقة مو بس السعودية، يعني نجاح السعودية من نجاح الإمارات، يعني هو قاعد يفكر في نجاح المنطقة. صحيح. طويل العمر قلت لي إن المنطقة هذه أسرتك وسرقتك من جمالها من طبيعتها. نحن قررنا السنة أنني قبلها كم يومين من يوم الاثنين الشيخ، ورحنا مدائن صالح ولفينا كثير من الأماكن السياحية، انبهرنا الشيخ في تضاريس طبيعية عند هاي المنطقة. شو رأيك فيها أنت بعين الفنان، بعين الشاعر، بعين حتى صاحب الصورة واللقطة اللي خذتها الشيخ؟ شوف أنا لما قلت لك أن سرقتني الأرض، سرقتني أنت تعرفني في كل سباقات دائما أكون متواجد مع الخيل من اللوب الأولي للوب الأخير. صحيح. لما جيت هني العام بس اللوب الأولي كنت مع الخيل، اللوب الثاني والثالث أنا ما حد، أنا في الأرض، يعني كنت تضاريسها، جمالها، طبيعتها، تفكير اليوم تفكر تقول شو صاير هني قبل 1000 سنة، هذا روحه بعد خيال ثاني. صحيح. بالنسبة للمشاركة وش فرقها عن المتابعة؟ المشاركة أكثر حماس، وبالنسبة لي أنا أحب الخيل، لما أكون في السيارة شوي بعض الأوقات أمل، لكن على الخيل أسولف أغني، أسولف يا أخواننا السعوديين، نغني نعد قصيد الله، ويعني مستانسي. آخر مفحام لك الشيخ في دبي، استبشروا أهل الخيل، فرحة كانت كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي عقب ما نزلتوا الصور خاصة في موقعكم وفي موقع F3، قالوا الشيخ حمدان الموسم هذا أبطأ ما يانا وايد في المراكير. والله أنا كنت انشغلت عن الخيل شوي، لكن طبعا أمارس الرياضة، ولكن رياضة الخيل مختلفة، ففحمت نفسي مفحم وايد زين، الحمد لله أنا جاهز اليوم. طول العمر الدور الإعلامي في رياضة القدرة يعني من أهم الركائز الأساسية في رياضة القدرة هو الإعلام، لكن كيف تشوف توجه الإعلام في دعم رياضات سباقات القدرة؟ والله الإعلام عندنا نحن طيب في دولة الإمارات الحمد لله، طبعا الصورة الإيجابية دائما لازم تكون مع الرياضة، سهل أنك أنت تدور الصورة السلبية، هذا كل حد يقدر يوصل له، بس كيف أنت توضح الأمور بالصورة الإيجابية هو الأفضل. طويل العمر الأخوة السعوديين الفرسان أمس التقيت معاهم وتحدثنا عن مشاركتكم معاهم، ما تتخيل الفرحة كيف كانت، قالوا لنا إحنا ناموسنا وشاركتنا مع الفارس الشيخ حمدان في السباق. والله شوف نحن تبصدق أنا لي شرف أني أشارك مع أخواني السعوديين،
بالعكس يعني أنا اليوم فرحان أكثر عن يوم أنا أشارك في كأس العالم، فإن شاء الله إن شاء الله أني أبيض وجوههم إن شاء الله. هذا السؤال تكمل السؤال هيثم، لأنه كان يقول لي أن حتى الشباب الفرسان السعوديين يعتبرون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد هو ملهم لهذه الرياضة، أب روحي لهذه الرياضة. والله هذا الشيء صحيح، شوف تواجده هني يعني طار من الإمارات حل بس عشان يشوف الرئيس هذا، هذا تشجيع لنا نحن كلنا يعني في الرياضة. رياضة القدرة شيخ اليوم تطبق قانون جديد من الاتحاد الدولي، أنت كفارس كيف تشوف القانون هذا؟ هل يتماشى معنا في المستقبل؟ شوف أنا دائما مع القانون سواء كان ضد أو مع، لكن القانون على الجميع صح، فأي قانون يحطونه هم نحن بنمشي عليه، بس طبعا في قوانين ما تنفع الإماراتيين لكن نحن نمشي على أي قانون. أنا أبغى أتكلم عن الموسم عمر، يعني فرصة تواجدك الشيخ اليوم، الموسم ما زال نحن في منتصف على قولتهم في ذمة الركض، وباقي لنا كأس رئيس الدولة الأسبوع القادم، مهرجانكم طويل العمر وكثير من السباقات، F3 كيف يكون وضعها؟ F3 دائما بيكون في المنافسة، نحن دائما نشوف المركز الأول الثاني الثالث، يعني نركز على المراكز الثلاث هذه ونحن نقدم الأفضل يعني في الريسات. بس اختلف توجهكم الشيخ سنة، يعني شفنا أبطال جدد ما كنا نشوفهم السنة الماضية، الناس كانوا يسألون وين أبطال السنة الماضية، شفنا لا أن عندكم مشروع مختلف عن اللي في بال الناس. أعتقد الصبي اللي ما يقدر يطلع أبطال إداد ما بيكمل يعني في مسيرة الأبطال، لازم يطلع أبطال إداد. زين سر السلفي مع مزيونة؟ مزيونة هم أول ما جت للصبل كانت يعني جسمها مو بجسم رياضي، فأجزمت عليها أن هي بتكون بطلة، فصورت معها وغيرناها الحمد لله. أخيرا طول العمر ما نبغى نأخركم، أكن السعودية دخولها بقوة في هذا المجال، سمعنا أن هناك أيضا مهرجان سيقام باسم ولي عهد المملكة العربية السعودية، سباقات للقدرة بتكون كثيرة، مستقبل الفرسان السعوديين شو تنصحهم وشو تشوفه؟ أنا ما أنصحهم بس أنا أقول لهم واكلوا السير وإن شاء الله بتوصلون معنا وبتكونوا معنا في بطولة العالم إن شاء الله. إن شاء الله. فالك التوفيق. شكرا جزيلا. شكرا. مبروك والناموس للفائزين. وفي ختام هذا الحفل الكريم نتوجه بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا على الارتقاء بهذا الحدث إلى هذا المستوى العالمي ودعمه لرياضة القدرة والتحمل في المملكة. ونتوجه بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على رعايته الكريمة لهذه البطولة، كما أتقدم بوافر الشكر لصاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود محافظ الهيئة العامة الهيئة الملكية لمحافظة العلا على دعمه ومتابعته المتواصلة لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل. وأود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لرئيس الاتحاد السعودي للفروسية سمو الأمير عبد الله بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وفريق العمل على إشرافه